بابا وين كنت وين؟ ها؟ دوك تبادل فيا مع الأستاذ تاعك ولا واش؟ ماشي نورمالمون اليوم تقرا ولا نسيت؟ شوف أنا اليوم مالف هاو نوري قالي ماكلش الحليب. نوري خلعتني يا ابن عمي واش حق؟ خلعتك؟ كيفاش هذا خلعتك؟ الطفل قال لك اعطيني الحليب وانت تقول له ماكلش الحليب، مانيش فاهم انا الحليب هذا تاع القصر وين راه يروح. وانا واش ندير لك يا مولاي؟ ولا ولدك ما شبعش؟ وما يخفاكش بلي الحليب راني نعاود له البيع في المارشي مولاي. الحليب تعاود له البيع في المارشي؟ كيفاش؟ كيفاش كيفاش؟ نحكم الحليب نعاود له البيع في المارشي باش نربح مصروف جيبي، هذا مكان. نوري! نعم مولاي. وكان مس واحد فيهم على جال لافيريتي تخلص عليك حياتك كامله تهدر لافيريتي. لا لا والو والو روح. ما تجيش تعيط لهم بعد تقول لي والو والو مولاي، ها رانا كبار. اسمح لي مولاي، اسمح لي ندي مولاي لقمان يقرا، لازم نقريه مليح على خاطر فريمون حويله راهو ضعيف بزاف. ضعيف؟ كيفاش يا اخي انت كنت تقول لي بلي وليدك تلميذ مجتهد عنده 20 على 20؟ 20 اش من 20 يا مولاي؟ على بالك بلي وليدك لقمان جامي يقرا مليح؟ انا في حياتي ملي بديت نقري لدرك اضعف تلميذ شفته هو وليدك لقمان. لقمان صح واش راني نسمع؟ نورمال. وانا كنت حاسبك يا وليدي تقرا، كنت حنشيل لك عود بياض دوكا، ما كان لا عود بياض لا عود فيولي، فهمت؟ وتقرا بالسيف عليك، تروح دوك تسنى الشيخ تاعك في الديوان دوك يجيك. هيا نقص. لو كان نديرو كاش تاكتيك جديده ندوبليو له لا دوس تاع لي كور هكذا يولي يفهم السيف عليه، واش قلت؟ دوبلي له لي كور باش تخلصني برك مولاي، على خاطر امبوسيبل ينجح. انا نقول لك يا مولاي على بالك باللي البهامه اللي عنده راهي حاجه وراثيه ما تقدرش تروح له.